بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبلي ينكيا بك مجرات تنتنا جيني ربي سندر هاجراته ور أقرتني إلمي تنسد أقهي walittihime itti fayyadamu rabbinu haa taasisu. Warra waan dhagahe itti fayyadamu, warra waan walitti hime itti fayyadamu rabbinu haa taasisu. Darsiin teennatta kitaaba agartanii fiqhal ibaadaa irraa qara'aa jirru ka sheek Saalih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'aala waan ramadaanaati, waan soomanaati. الصوم في اللغة، الصيام في اللغة، لغة الصوم جتشم مالين معناه الامساك، معنى إساء كلغاتت وإرى أفكبو. ومنه قوله تعالى فإما ترين من البشر أهدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لغة إرى أغرتني وإرى أفكبو تويو صوم جلما. Akkuma suuraa Maryamaa keessatti rabbiin Maryamarraa dubbate, yoo namni sitti dhufe'anii dubbirraa uf qabuu silatii qaba jedhi jedhan rabbiin kenna. Jibriil wahyii itti godhee Jibriil itti hime lugatti sooma jechuu wahirraa uf qabu. Shari'atti ammaa fi shar'ii fahuwa ta'budillaahi ta'aalaa bilinsaakii anil mufattiraati min xuluuci alfajri athaani ilaa ghurubi ashams. Shari'atti ammoo uf qabu agartanii rabbiif jedhanii niyyatanii ibaada rabbiitiif uf qabu. Yeroo salaanni subii gahe fajrii lamuu san irraa ka'ee haga aduun dhiitutti waan rabbiin irraa uf qabaa jedhe san irraa uf qabu tuyyu maal jedhama? Sooma jedhama. Soomni kuni qooda qaba. Qismun mafruudun wal mafruudu qad yakuunu bisababin كصيام الكفارات والنذور. سومني كوني غارين قادر كما قدامي تجرا كابان سببا وفيت سببا اغرتني اكا سلاتيفا كفارا ويفا. وقد يكون بغير سبب سببا ما لله سومني هندفا سنك اكمي كصيام رمضان فانه واجب باصل الشرع. إني أصلي شريعات التواجبة أي بغير سبب من المكلف أوسو أغرتنين مش سببا أوفيت التايو هنتين الشريعة ما أغرتني إني درك أمت هجرة. وأما غير المفروض فقد يكون معينا وقد يكون مطلقا. سومني قرين كدرك أمتين كيرون اتقل امجرة كيرون قمنا تجرة. فمثال المعين صوم يوم الاثنين والخميس فكيني اقرتنيك اي نميك ويا ويتتا صوم خمسة صوم كني ويا اتقل امجرة كمطلقة اكن من سيام صوم نكراق الامكاني كاكمزون سيام اي يوم من ايام السنة وقاك يستق ايامته وي صوم إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم. ويا جمعة صوم إراهات وقم ملي فلا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. ويا جمعة صوما يو إسدر ويا براتك صوماني إسبود اللي ويا وهي صوما ملي كما ورد النهي في الصيام
عن صيام يوم العيد العيدين الفطر والنهر. أما اللي أقوم سن صوم الرال وقام يجرى ويا إيدا لمان الرال وقام يجرى ويا أيام التشريك اللي ويا أيام التشريك ديتون إيقا حجي دي بياني ويا إيدا بودا قافا كل أتوكو في جي حجي إرى قافا كل علماء قافا كل أسيد ويا كل أسديتين أيام التشريك ديران ويا سن اللي صوم الرال وقاني يونا محجي كيسات صومون يسرت أغرتني دي قامته جراتي مالي والروان قالو هن قامني كصوم يسر برباجزو فإنه يصوم أيام التشريك عن الأيام الثلاثة التي في الحج ويا سدين أغرتني حجي كيسات ربي صوم أجلسان صوم دندية صيام شهر رمضان فرد بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين صوم ويا رمضان صوم مالين أرقامي قرآن عن الله حديث عن الله ولي قلت ور مسلماتين الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب كأنك جل يا ورنت أمنه رب صوم دركما يسني رت قوله أقم ور دراني إرت دركما قوله صوم ور يسن درا إرت دركما قول مالف لعلكم تتقون أكبر رب صدات الراتاتنيف إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه جيني رمضان يا قرآن سكسبوا فمك أجل من ماتب حق في باطل الدم باصف نم نجي أسنتل في أغرتني صومك ربين جل جلاله سورة بقرة كيسد أما اللي حديث الرأغرتني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام والحديث متفق عليه رسول ربي أكجان إسلام ما نجارم تجرت واشان الرتجان شنان سمال تكو چم ربي رقابة يعني كحق أن قبر مؤسم له هنجر جتش رقابة يعني محمد الله إرقى ربي تجاني رقابة يعني كوني توك كلمو صلاة الأبو كصدفة زكاة بافتش يو دنيا نماغي كأفرفة رمضان صوم كشنفة بيت حج أكا ربي جلد وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوموا يوباتي أقرتن صوم أجل الرسول ربي كن اللوان أقرتني صومني حديثا سبتشو إرتك أجل شكنين هديني كبخاري مسلم وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرض ور مسلمة ولي قال نجرا صومني رمضان دركما وأنه أحد أركان الإسلام تركو أركان إسلامات فمن أنكر فرضيته كفر نمن صومي كن دركما تيوم رمي إسلام ما كيسا ألت بهي كافر جلما إلا أن يكون ناشئا في بلاد بعيدة لا تعرف فيها أحكام الإسلام يومي إسلام ما نهنجر وان إسلام ما مرت إسلام ما أحكام الإسلام ما كيست تنبيك من كيست قدته يوجد فيعذر بذلك غافكنا هلا لما ينكفر تنجن يواني إسلام ما حكم إسلام ما كان بينته يو صوبيكو صوم نكوني واجبا مت بركما مت جلي مرمي كافرته ثم إن أصر بعد إقامة الحجة عليه كفر إيقا قرتني رقان إردت الآباتي يوكا مرمو تاتي مرمي سنرى كتاء تاتي كفر ومن تركه تحاونا مع الإقرار بفرديته نمني شئم ما في الإيسي أصوه درك أمني صوم يكون درك أما جاتشو بيكو شئم ما في الإيسي فهو على خطر إني خطر الرتت هجرة فإن بعض أهل العلم يرى أنه كافر مرتد نمني شئم ما في صوم الإيسي
ولما اني غريم ما جاني ني كافره نام مسلمو مراده بيجان ولكن الراجح انه ليس بكافر مرتد بل هو فاسق من الفساق لكنه على خطر عظيم اني والرفاسق اراتيا اسلام ما كسل لبيوبات اما مكانه الصيام في الاسلام صدرك اسلام ما كست صوم نقبو اكم دراجا نسن انه احد اركانه العظيمه التي لا يقوم الا بها صومني تقول ابا اسلاما كيس ما الاسلام ما نندابن اذا سن الراي ولا يتم الا بها اذا ما لي اغرتني اسلام ما نغوتم واما فضله في الاسلام فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اسلام ما كيست صدرك صومن قبمو رسول ربي رواني ارغم مال اكنجن من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نمني رمضان صومي ربي تأمني ربي رته الرغته يكا إساة ترتمل ربي إساة على رمجان حديبني كبخاري مسلم أما الفطر في نهار رمضان دون عذر من أكبر الكبائر نمني تك رمضان كيس ركما ملي يوكا هي كتات صومة مع سياب قرداء الرأي ويكون به الإنسان فاسقا نمج سنين فاسق جلما ويجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى قال ربي تتوبى ديبوت إسر رجلا وأن يقضي ذلك اليوم الذي فطره ذلك اليوم الذي أفطره وياذا فهي كسا أدابا ستو إسر رجلا يعني لو أنه صام وفي اثناء اليوم افطر بدون عذر ما نن كان مالي نمني تو كصومه يو اغرتني عذري تو كملك صومه هي كتاد فعليها يقضي ذلك اليوم الذي افطره ما تو يسر رجلا صومه وياه كيسن قدا باسو تو يسر رجلا لانه لما شاء فيه التزم به ودخل فيه على انه فرض اني اجيت سنه درقم اجتو بك يو اغرتني هي كتاته سوما قضاء باسو كم فالزمه قضاءه كاملا وياسا قضاء باسو تيسر رجلا أما لو ترك السوم من الأصل متعمدا بلا عذر يو كأما إيغاليجن يكون قضاء باسي نمني عذر ما تقم لي سوما تيسو الراجه أنه لا يلزمه القضاء قدان إيسات الدرك أمامت إني أكسد إيساسوني ما لي الدرك أما تقول أبا إيساكال كونو كإيغاليج الدون هيك اغرتني اداباسو يسرجنا ايجاجن نميتش اغرتني اصله صومن كان كاملا صومن كان قدان يسرنجرو مالي بجلمي لانه لم يستفيد منه شيئا قدا كان الرواتك الله فيدمين لانه لا يقبل منه يسرهن قبلمته فان القاعده ان كل عباده مؤقته بوقت معين والنجر مال عبادان يرو يتقلمته فإنها إذا أخرت عن ذلك اليوم يوم ياسن ركترت تاتي عن ذلك اليوم المعين بلا عذر لن تقبل من صاحبها أبا أقرتني إذين إذسان الرحيم قبلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد حديث مسلم باس كيسة رسول ربي ماجن نمن الدلقاء وانو ارنجر دلقي ربي اسرهن قبلو جاني ربي فولان اسرها لانه من تعد حدود الله دانقى ربي تريجره سبحانه وتعالى وتعد حدود الله تعالى ظلم دانقى ربي ترون دانقى ربي قول ارترون ظلمي جلما والظالم لا يقبل منه نمت ظالما دلقى نساء الرانفولمتو قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون نمن دانغا ربي ته ان ور ظالما الراجج ربك ان ولانه لو قدم هذه العباده على وقتها اي فعلها قبل دخول الوقت نمن تمن صومين كواتكن صومين قدام باس ونجنف
وسوكا غتني ودون انجن كسو متاته يوكا عباده وهي كدلا غتاته وسويرون سينغين صلاه وسويرون انغين وسوكا صلاه تاته صوم وسويرون انغين كسو متاته لم تقبل منه اسران قبلمته فكذلك اذا فعله بعده لن تقبل منه الا ان يكون معذورا يو اغتني بكان كيسوتات اللي اكم اسويرون انغين اي قال الرانقي بلمن سن اسراهن قبلمن درسين تنت درا تور رمضان الرافدنو اسمت دابتي حاجه درسيت انت ولت ديمنتي نغيت نوترا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.